هل يجوز الاتجار بمال الأيتام فيما ربحه ظني؟ نعم، وليهما الناظر على أموالهم يتاجر بها لأجل تنميتها لمصلحتهم، تاجر بها لأجل مصلحتهم. الربح كله ظني، اللي يبيع ويشري ما يدري يربح ولا ما يربح، يتاجر بها، ما هو بالربح مضمون. نعم، يتاجر بها لأجل مصلحته، إن ربحت فالحمد لله، وما ربحت هو بذل الجهد وليس من لازمه أنه يحصل على ربح مضمون. نعم.